وسمحوا لي قطعت عليكم، هو انا ملي انت القدرات ديالك، انت انا مثلا كايدي حيا القدرات ديالي حدي ندير مليون دولار، هذه ممكنه وصحيحه علميا وتجاريا وفي الايكوميرس او في البيزنس بصفه عامه راه صحيحه. دونك هنا كتحتاج شي حاجه اخرى اللي كنسميوه فريق العمل، اللي كنسميه واحد المنظومه، واحد ستركتور اللي هي اللي غتوصلك لعشرة. وهذه غندوي عليها في واحد النقطه تسولت عليها في السؤال الرقم 90. طيب اخوان، الايمان مهم والعقليه، عقليتك الاخ والاخت الا ما كتقبلش هاد الارقام راه ما عندي ما ندير لك، لا انا لا انت راسك لا بوك لا اخوك لا مراتك لا ما عرفتش. الا انت عقليتك ما كتستوعبش هاد الشيء، وانا هاد الشيء كنشوفه في لي كومونتير، وانا هاد الشيء كنشوفه في لي ديسكيسيون اللي كيكونوا في لي باج للناس، داكشي اللي كيوصلني في بريفي الى اخره. انا كاين الناس راه ما متيقينش، وكاينين الناس عقليتهم ما مصدقاش ان نقدر ندير فلوس من الانترنت، يقول لك لا الانترنت راه شي حاجه بريكول. دونك عقليتك والايمان ديالك هو الحاجه الرقم واحد الاخوان باش دير المنين او دير الالوف ولا دير البلايين ولا دير ما عرفتش. بينك وبين اي واحد، بينك وبين واحد وعشرة ومية والف ومليار وجوج وعشرة وما عرفتش، هو مستوى عقلك ومستوى ودرجه الايمان. ما بغيت نعطي واحد المثال بشي حاجه اخرى، ولكن الايمان ديالك فين وصل؟ الا انت الايمان ديالك وصل حد مليون دولار غتوقف في مليون دولار، الى 10 مليون دولار راه غتوصلها، الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. يعني هاد المليونيرات الاخوان كيمتازوا بالعقليه والايمان، وكيمتازوا بنقطه اخرى دويت عليها البارح هي الكوست، هو التعامل ديالهم مع لي كوست والتعامل ديالهم مع المصاريف الثابته وفريق العمل، وهذا الشيء دويت عليه البارح بلا ما نطولش فيه. ولكن غادي نفصل فيه، لان كاين اللي سولني على الكوست في واحد السؤال رقم 5، وكاين اللي سولني على فريق العمل في السؤال رقم 9، دونك غنرجع لهم ديك الساعه. نتمنى انني في الموضوع ديال المليونيرات انني وضحت اغلب الشبهات او اغلب الاسئله اللي كاينين في هذا الموضوع. ندوزو للسؤال رقم 2 اللي جاني بزاف، هو شحال خاصني الاخ ولا الاخت؟ هذا السؤال ما عندوش جواب، وكنتمنى نكون اخر مره كنجاوب عليه، ديما كنقول ما غنجاوبش عليه باقي، ولكن كنضطر انا نجاوب عليه. بحال اللي قلتي لي شحال خاصني نلبس الحوايج، شحال خاصني باش انا نلبس؟ راه اخويا اي رقم عندك محترم راه غتلبس به، راه كاين تيشيرت ديال 20 درهم وكاين تيشيرت ديال 10000 درهم. شحال خاصك؟ راه الا انت ما جاوبتيش على هذا السؤال راه انت ماشي كابابل، وسمح لي اللي سول هذا السؤال، ولكن راه كما كنقول القاسح حسن من الكذاب. الا انت ما عندكش الجواب ديال هذا السؤال انت ماشي كابابل دير بيزنس، وانت ماشي كابابل دير الفلوس. علاش؟ لان ملي كتقول لي شحال خاصني، يعني انت اصلا ماشي كابابل تحسب لي كوست المصاريف ديالك، وماشي كابابل تحسب، لان المعادله في الايكوميرس بسيطه، واحد البساطه كبيره جدا. ملي كتقول لي شحال خاصني باش نبدا البيزنس، راه خصك تكون عندك الجواب، لان هنا غتقول لي غنشري واحد 100 حبه ديال السلعه، الحبه ديال السلعه شحال كدير افريج؟ ومعروف في الخليج الحبه ديال كدير ما بين 3 دولار و 10 دولار، دونك اوتوماتيكمون خصك ما بين 300 دولار حتى 1000 دولار في السلعه، نقولوا كمعدل 500 دولار ولا 600 دولار. هادشي خاصك، شحال خاصني باش نلقى برودوي وين؟ نقول لك هنا خاصك واحد 500 دولار ماكسيموم، ها انت وليتي في 1000 دولار، وشحال خاصني باش نبدا الادز؟ خاصك واحد 500 دولار باش تدور الرويده شويه وتبيع الى اخره. دونك راه تكنيكمون عارف انت في دماغك شحال خاصك، ما كندويش على الا غيشريو لك ستوك الا عاونوك في الكاش فلو. انا كنجاوب على السؤال من ناحيه ديالو المجرده من اي توقعات او احتمالات ممكنه، لان واحد الدري قال لي مع شفت واحد ستوري قالوا لي كسيدي شحال هذيك انتو كتقولوا الا بديت تبدا في الخارج خصك 5000 دولار، دابا وليتو كتقولوا 500 دولار كتقيدوا بنادم كتكذبوا ما بقيتش على الكلام ديالكم. والحاجه اللي ما عرفهاش هذا الشخص راه دابا الا سولتيني شحال خاصني باش نبدا في الخليج بغض النظر على اي مساعدات، غنقول لك خاصك ما بين 3000 و 5000 دولار صافي، يعني ماشي ترجعت على هضرتي. وكعلاش قلت لكم داك النهار 500 دولار؟ لان دابا لي سيرفيس اللي كاينين مثلا ملي كتجي عندنا في سيودي نيتورك، راه كنقول لك جيب لينا غير البرودوي تيستي،
عفاك غير انت واحد 500 300 400 200 دولار تيستي برودوي لقى برودوي جيبو لينا حنا كنشريو لك اسيدي هاد السلعه وهاد السلعه غتوصل انت تلق ليها واحد لقط صغير واحد 100 دولار 200 دولار نشوف انك خدام مزيان انا غنعطيك الفلوس باش تبدا. دونك انا الاخوان دائما حطوا الاجوبه وحطوا الهضره في السياق ديالها الصحيح. ملي كتسولني شحال خاصكني باش تبدا في الخليج بصفه عامه غنقول لك 1000 دولار لان انت اللي غتخلص كلشي من جيبك. ولكن في لوكا ديالنا في السيرفيس راه كنقول لك لا خاصك غير 500 100 500 دولار ولا ولا 300 ولا 700 بحال هكا باش غير تلقى البرودوي واعطيه للسيرفيس هو غيخلص لك كلشي. دونك عفاكم نكونوا واقعيين في هذه الامور او نكونوا واضحين فيهم. دونك شحال خاصك اخويا اوتوماتيكمون خاص تحسبها انت. الا ما عرفش انك تبعك السلعه تبعك الاد تبعك التيست انت راه مازال ماشي كابابل انك دير لي كوميرس. انت راه عندك باقي مشكل تفهم شنو غدير لان كنفهموا الحاجه عاد كنديروها ماشي انت بغيتي دير شي حاجه ما فاهمهاش. اعتقد ان هذا السؤال وضحت فيه مزيان. ثلاثه غادي نحاول نجاوب عليه بعجاله هو علاش حابسين الافيليت. علاش حابسين الافيليت؟ هو الافيليت حابسينه لان عندنا بزاف ديال الناس مشجعين في الافيليت راه فوق من 100,000 شخص خدام في الافيليت. ماشي كنقول لك كاملين اكتيف ولكن اغلبيه اللي بشجل هو شي 100,000 وكثر من 35,000 اكتيف يوزر عندنا في الافيليت. حابسين لان كنبغيو الناس اللي جاي يخدم بالمعقول لان ملي حلينا للجميع شفتوا شنو طرا. حلينا للجميع ما عرف حتى شي حاجه جاي كيتعلم وانت حليتي ليه الباب خوك لان حنا كنديروا البيزنس كنربحوا الفلوس ولكن عندنا دائما واحد شويه ديال الكوتي سوسيال اجتماعي نعاونوا الشباب وهذا الشيء راه كتعرفوا علينا ماشي من البارح كتعرفوا علينا من 2010 ولا 2012 اللي كانوا كيتبعونا. ملي حلينا الباب للجميع وعطيتك تيغرات ديالي تتعلم فيهم جيتي كتقول لي انت راك ديتي ليا وهذا موضوع ثاني اللي مختلف لان انا ملي قلت لك ودي انت جي غير دير الادز انا اللي كنشيبي انا اللي كنليفري انا اللي كنكونفيرمي انا اللي كندير هاد اللي كان انا اللي كندير هاد الشيء كامل الا تليفرات كنعطيك واحد لابار فيها. جيتي انت وحلت لك الباب از 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 واحد كيتعلم حيت هكا قلنا لك ودي عفاك حيت كتقولوا دابا حلوا نتعلموا. ملي ولينا كنحلل الباب لهاد الناس اللي غيتعلموا فينا او غيتعلموا في التغرات ديالنا جا كيتحاسب لان نكونوا معكم واقعي باش تحاسب معايا خصني نعاملك بالسيرفيس يعني انت تكون انت فريمون ماركيتور وديجا درتي وديجا درتي وديجا درتي هنا نقدر نقول لك هاجي. ولكن انا حلت لك الباب ديالي وحلت لك البيزنس موديل ديالي والتغرات ديالي كتعلم فيهم دونك انت كتقول لا 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 دونك هنا حبسنا ولينا كنقبلوا فقط الناس اللي ديجا داروا الادز ماشي عاوتاني حابسين على الناس. كنقول لك اودي تسجل الكونت ديالك غتولي باندين صيفط لينا ما يفيد في السيبور انك انت ديجا درتي في حياتك الادز حيت انا كاين جوج حلول يا اما نخليك انا دير الادز اول مره في حياتك وغتعلم فيا. ولكن هنا شنو كدير؟ كتلق الادز كتجيب المبيع ب 40 دولار كتجي وكتليفرا كاع وكنعطيوك حنا 20 دولار كتطلع في الجروبات كتقول لهم انا خاسر 40 دولار 20 دولار لا ديفيرونس ما بين 40 و 20 واش الغلط ديالي ولا غلط فيك انت اللي جايب الكوست ب 40 دولار انك انا عاطيك فاش تعلم اما كون بلا بيا انا غتعلم في ديالك يعني خصك الادز وخصك تشري السلعه وخصك تخلص شيبين كومباني وتعلم كما تعلمنا حنا وتعلموا بزاف ديال الناس. دونك ماشي حابسين تسجل اخويا وصيفط في السيبور ما يفيد انك ديجا درتي الادز. هادي كمعلومه باش نجاوب على هاد القضيه ديال علاش حابسين. ما حابسينش تسجل كيبقى الكونت ديالك باندين صيفط في السيبور ما يفيد انك ديجا درتي الادز ماشي محترف غير درتي الادز يعني عارف شنو هو الادز. الحمد لله. السؤال الرابع عندي ميزانيه وخايف نخسرها. اللي سول هاد السؤال اعتبرني خوك عارف الجواب ديالي غيقلقك ولكن كما قلت لكم قبيله القاسح احسن من الكذب. خويا الا انت عندك بيجي وخايف تخسرو انت ماشي بيزنسمان انت بروفايل ديالك ماشي ديال شي واحد بغى يدير الفلوس. علاش؟ لان ما كاينش شي بيزنس في العالم عنده ضمانات انه غينجح. كيجي السيد كيخسر مليار في قهوة واش عنده شي ضمانات معينة انه غيردها؟ ما
ما كاينينش الاخر. وي كاين لي زيتود، كاين لي بيزنس بلان، كاين لي كاين 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 كاين، ولكن كضمانات حقيقيه ما كاينينش. والدليل على ذلك حيت تقول لي لا راه كاينين لي بيرو دوتود اللي ودعوا على ذلك، كاينين قهاوي خاسرين عليهم مليار وداروا فايت، دونك انه الاحتماليه ديال الخساره راه دائما وارده. انا غنعطيك الحل باش تبرد العقل، لا وعدك انا فاهمك، حتى انا جاي من الفقر المتقيد وفاهمك. ديما كنقولها لكم، ديك الميزانيه اللي عندك ما عمرك تدخل بها في الاي كوميرس على اساس انها انفستيسمون، دخل عليها انك داخل بها كتقرا. بحال الا قلت لك انت بغيتي تولي ماشي بيلوت، بغيتي تولي، ديما كنعطي هذا المثال حيت هو الاقرب باش تفهموني فيه، انت ولا انت بغيتي تولي مضيف او مضيفه الطيران، شنو كدير؟ كتمشي كتشجف واحد المدرسه ديال المضيفين والمضيفات، كتخلص فيها واحد 4500 بار موا عامين، وكتاخذ داك الدبلوم. واش هما ضامنين ليك الخدمه؟ وهو دونك انت دير هكا ان هاد الفلوس مشيت نتعلم بهم، يعني عول دائما الى ما عولتيش ان هاد الفلوس غيمشيو كاملين وغتبقى لك الاكسبيريونس. هذا هو اللي الناس اللي كينجحوا. الا انت عول تجيب $100 $200 $1000 $2000 وعول انها تكبرها وانت مبتدئ ويلا بادي، كنقول لك اخويا الا هذا الشيء اللي خايف منه سيميو ترجع للور دابا، لان هنا كتولي 50% تقدر تنجح 50% تقدر ما تنجح، لان عادي جدا البيزنس، عادي ما تلقاش برودوي وعادي تحط برودوي زوين وعادي تتعلم الادز وتمشي لك في الادز وتطلع الكوست وتنزل الكوست. دونك مبدا التعلم غيبتيه انت هنا، وهذا هو الاشكاليه الكبيره اللي ما بغيتوش تقبلوها. دونك الجواب النهائي على او الجواب ديالي الاخير على هذه القضيه، الا خايف اخويا رجع للور، ولا بغيت تسكر الضمير ديالك قول هاد 4 المليون غنمشي غنقرا بها الاي كوميرس في واحد المدرسه سميتها مدرسات تعلم، حل فيسبوك اد، سناب شات اد، تيستي، قلب طبق، ما تسناش الربح، تسنى انك بعد عاد تمشي ديك 4 المليون ولا ديك 20000 درهم ولا 10000 درهم ولا داك الشيء اللي كاين وتبقى لك الاكسبيريونس. السؤال رقم 5 جاني بزاف، شنو هي الكوست المزيانه في الخليج او بصفه عامه شنو هي الكوست اللي مزيانه؟ اخوان ما كايناش شي حاجه سميتها كوست مزيانه. داك النهار جلست مع شي دراري تبارك الله عليهم، دراري زوينين نقيين ولاد لي كوميرس، استغربت من واحد الهضره قالوها لي انهم شي واحد شي بعضين انه عندهم المعيار ديال النجاح ديال الحمله الاعلانيه هو الكوست نازل، هو دولار نص دولار. وسولتهم هذا السؤال قلت لهم ودي شكون قراكم هذا العلم؟ لان الاخوان هذا الكوست دويت عليه البارح وبزاف انتقدوني فيه، ما كاينش شي حاجه سميتها كوست زوينه. كاين بيزنس بلان وكاين سيميلاسيون وكاين ايتود مزيانه وكاينه ايتود ما مزياناش. كاين ناس كيجيبوا الكوست بدولار وهما في الخساره، وكاين ناس كيجيبوا الكوست ب6 دولار وهما رابحين، لان دائما الكوست طالعه ماشي هي الخايبه، اهم شيء هو تكون مخرجك رياضيا. دونك عفاكم الا سولت الجواب على هذا السؤال شنو هي الكوست مزيانه، ما كايناش جواب على هذه القضيه. ممكن 6 مزيانه، ممكن دولار مزيانه، ولكن غنقول لكم واحد الغلط كيطيحوا فيه بزاف ديال الدراري ملي كيدير دي سيميلاسيون ديال كيقول الا كنجيب الكوست بدولار غنربح 10 دولار او لي او بي دي، يعني الايرن بير ديليفري، في كل اوردر ديليفري غنربح 10 دولار. وكيقول لك اودي الا كنجيب الكوست ب 5 دولار غنربح مثلا 4 دولار، وكيمشي كيسدها. انا هنا كنستغرب الاخوان، علاش؟ واش ما بغيتيش 4 دولار؟ علاش ملي علاش انت بغيتي غير 10 دولار في الاوبودي؟ علاش 4 دولار ماشي فلوس؟ وهذا غيحيلنا على ان المفاهيم ديالنا البيزنس غالطين، ربما المفاهيم ديالنا الماركتينغ، المفاهيم ديالنا الايكوميرس، المفاهيم ديالنا التسويق صحاح في يعني تسويقيا او من اول منظور ديال التسويقي الكوست الرخيص هو الاحسن، انا معاك. ولكن البيزنس ماشي بالضروره، لان انا الى عندي 5 برودويات وهذا كنجيبو بدولار كنربح 10 دولار، وهذا كنجيبو ب6 وكنربح دولار نمشي معاك انا كاع، وهذا كنجيبو ب7 وكنربح بزيرو، انا غنخليهم ب3 وغنخلع اكثر، غنجيبو هذا ب7 وكنخسر ناقص دولار غنخليهم ب4. هادشي دويت عليه البارح. غتقولوا لي علاش؟ غنجاوبكم في الاخر، هو السؤال الاخراني، علاش كنخلي هذاك البرودوي واخا مخسرني؟ مي انا عندي برودوي كيعطيني
بدولار في الكوست، 5 دولار في الربح، و6 دولار غيعطي ليا دولار نخلي اخويا، واش دولار ماشي فلوس؟ نخليه ونخدم عليه، نطلع فيه البروفيت، نطلع الاوبتيميزي، ندير بزاف ديال الحوايج. دونك نلخص، الكوست مزيان، ما كاينش مفهوم ديال الكوست مزيان. الكوست مزيان واش هو الجواب، هو واش كيعطيك بروفيت ولا ما كيعطيش بروفيت، وماشي بالضروره البروفيت طالع هو الزوين والبروفيت الناقص هو الخايب. لا، راه دولار فلوس، 10 دولار فلوس، كاين برودوي غيعطيك غير دولار، كاين برودوي غيعطيك 20 دولار، وانا بلاصت كبيزنسمان غنخليهم جوج. كما كنقولوا العين اللي كيجيك فيها شويه د الماء حافظ عليها، والعين اللي كيجي فيها بزاف د الماء حافظ عليها، راه كامل الماء في نهايه المطاف. نتمنى انني وضحت هذه القضيه. السؤال اللي كيجينا بزاف ديال واش داك العرض ديال 5000 دولار، التمويل ديال 5000 دولار كاين؟ اخوان هذا غنجاوب عليه بجمله وغنسالي لان بسيط. سيو دي نتورك دائما وابدا كتقول لك فلان سي لقى البرودوي نتا وجي عندنا وري لك اونت ماجور ديالك انك لقيتي برودوي زوين وبروفيتابل، حنا كنشريو لك ستوك. نتا شري فيها غير 10، خلص فيها غير 10%، شري فيها غير وثبت لينا انه انت قادر. يعني دائما الى عندك اي واحد سواء سيلر معانا سواء ما سيلرش معانا لقى برودوي جيبو، حنا كنتكلفوا به صافي. يعني جاوبت على القضيه. يعني دائما حنا كسي او دي نتورك دائما كنعاونوا الناس. سابعا، منتجات محروقين في الافيليت، بغينا شي حاجه مازال ما باند. هنا عاوتاني غندخل معاك فلسفيا الاخ ولا الاخت اللي سول هذا السؤال. خويا واش انت صحابك كاين في واحد العالم اللي عايش فيه بوحدك، ديما كتسنى شي حاجه ما كايناش. انا اوري ليا عاوتاني شكون قراكم هذا العلم ديال انني دائما خصني برودوي جيد، برودوي ما طايحش. دابا انت صحابك انت في السوق بوحدك، انت السي حسن مثلا ولا السي جواد ولا السي سي سي، انت بوحدك اللي مشطر، انت بوحدك اللي كاين في السوق باش نجيبو لك برودوي ما عمر تباع في طاشي بلاصه. واو، دابا انت اش كيقول لك راسك اخ؟ ما كاينش شي برودوي ما كيعرفوهش الناس. هنا الا كيصحاب لك ان المنتج محروق، فاعرف انك انت الطريقه التسويقيه ديالك اللي محروق. هذا العاب الضعيف كيدير الاي كوميرس من 2015 في الخليج ولا 2016. نقدر دابا نوريك برودوي هذا العاب الضعيف كيبيعوه في 2015 في الخليج وباقي الناس كيبيعوه دابا. اخوان راه ما كايناش منتج محروق بدرجه كبيره اكثر ما كاينه طرق تسويقيه، طرق ابداعيه في التسويق هي اللي محروقه. نتوما كتشوفوا برودوي محروق، كتشوف برودوي اللي شفتو عينيك انت وكيصحاب لك انت انه محروق. نعطيك مثال، بما ان انت، نعطيك واحد المثال باش تفهمني. فيما درتي غتلقى دوليبران ديال الراس، واش كتقول هذا البرودوي محروق؟ لا، لان نهار غيضرك راسك غتمشي غتقلب عليه. نعطيك واحد المثال، نعطيك مثال اخر. غتمشي للسوق غيبان لك ارغان ولا يبان لك شي برودوي كوزميتيك في السوق، ديما تجي نعطيك مثال صابون البلدي، ديما كتشوفو وتقول لي انت برودوي محروق. لا، ماشي برودوي محروق اخويا، لانه هذاك برودوي محروق بالنسبه لك انت حيت كتشوفو بزاف انت وما محتاجوش انت، ولكن اللي محتاجه اخويا. دونك الاخوان راه ما كايناش حاجه محروق كثر ما كاينه طرق تسويقيه محروقه. ثامنا، السورسين غالي. هنا غادي نحط واحد القوس مزيان اخوان نوضح. اخوان في سيودي نتورك نقدر نقول لك ارخص سورسين كاين في اقل مده. الا غتقارن ا ودي في البرايس، حاول تقارن بزاف ديال الحوايج. الغلط ديالكم وانا عارفه وشرحته لشي دراري كانوا عندي في البيرو هنا، هو انه لا بليبر ما فاهمش الكواليس ديال اللوجيستيك، الكواليس ديال السورسين بصفه عامه. يقدر انا تجي عندي نفس البرودوي غنعطيه لك بستة د الاثمنه مختلفه، وتجي عندي نقدر نقول لك البرودوي اللي لقيت انت ب 3 دولار نجيب لك حتى بجوج، نجيب لك حتى بواحد. شنو هو اللي كيلعب دور دائما في البري؟ كيتلعبوا جوج حوايج، كيلعبوا البري ديال عفوا الكاليتي ديال البرودوي، وكيلعبوا الترانزيت تايم. دونك الا قال لك واحد الشخص ا غنجيب لك هذا البرودوي ب 3 دولار، وقال لك الشخص بي غنجيب لك ب 4 دولار.
انت بعقلك البسيط جدا وبالامور السطحيه غتقول راه مثلث احسن من مربعه، ولكن ديما سول هذا السؤال، سول مثلث ومن ربعه في شحال المده غادي تجيبوا لي امول ثلاثه؟ يقدر يقول لك دو سومين. وشحال غادي تجيبوا لي امول ربعه؟ غيقول لك ثلاثه، غيقول لك ثلاثه لي سومين. وهذا راه ما بقاتش مقارنه الاخوان صحيحه جدا. دونك ملي غتقارنوا جوج حوايج قارنوهم في كل شيء، في لاكاليتي وقارنوهم في المده الزمنيه. وقول لي اخويا الا ما شحال هذه؟ قال لك دو سومين. وقال الله يجزيك بخير، دو سومين يعافاك، الا ما جبتيهاش في دو سومين شنو هو التعويض اللي عندي الا ما جبتيهاش ليا في دو سومين؟ مثلا حنا عندنا كنديروا معاك دو سومين، كنقول لك اودي ها هو هذا البري ديال هذا $3 في الاكسبريس اللي هو 12 حتى 15 يوم. ملي ما كيوصلش 15 يوم ما غيبقاش $3 ولا 2.6. ملي ما كيوصلش في 3 سومين كيولي 2.1. هنا اي هنا كندويو على ان ولا ترانزيت تايم كيأثر في الثمن. علاش نقول لكم هادشي؟ نشرح لكم شي حوايج. دابا الكيلو في الفاست او في السريع في الطياره كيدير مثلا $8 ولا $9 ولا بين 7 و $9، ولكن في 15 يوم ما كيدير 7، كيدير غير $5 الكيلو. وفي الطوال كيدير $3، وفي الباطو كيدير غير $1.5. شتو دابا شتو اللي كيلعب الفرق في السورسين؟ دونك السورسين دائما الاخوان قارنوا المده الزمنيه وقارنوا الكاليتي وقارنوا. واللي قال لك ارخص قول له ودي ماشي مشكل، غير حدد معايا المده الزمنيه. بصح قلت لك كنجر عافاك، الا فات كنجر شنو غيطرى؟ هنا غنوليو ندواو. هنا كتولي انت كتاخذ الكاليتي اللي انت مخلصها سواء في البرودوي سواء في السيرفيس. بزاف السؤال التاسع اللي هو مهم بزاف كما قلت لكم البارح، ديال بناء فريق العمل. اخوان من بعد هذه الموجه ديال لي مليونير اللي دارت هاد اليومين، بزاف ديال الناس كيقول لي ودي كي داروا لي هاد الناس؟ اخوان باش نجيك صريح، راه ما يمكنش دير ملايين الدولارات بوحدك. هاد القاعده تيقها وخذها قاعده من عند خوك. تقدر دير حتى مليون دولار بوحدك، معاك واحد جوج بنات ولا واحد جوج دراري كيعاونوك في الكرياتيف الى اخره. ولكن باش تبقى فيها وتسكيلي وتطلع لواحد ونص جوج ثلاثة مليون دولار الفوق، ضروري تمشي لبناء فريق العمل. وعندي لكم بزاف ديال النصائح. بزاف ديال الدراري كيعيطوا ليا، كيتلاقوا معايا، كيجيو عندي المكتب، كنديويو كنتناقشوا، عندهم المشكل ديال فريق العمل. نقدر نقول لكم 99% او 95% من الناس اللي كيديروا الايكوميرس في المغرب، السعودي، في الخليج، في الافريك، في الاوروب، في الهند، ما عارفين، عندهم هذا المشكل. 95% ديال فريق العمل. اوكي الفريق العمل الاخوان اخوات عندكم فيه مشكل، لانكم نتوما فيكم المشكل. وانا ماشي جاي نجاملكم، انا جاي ندخل فيكم طول وعرض، لان انا اخوكم وبغيت لك غير الخير. الا بغيتي كاملين كتهربوا من فريق العمل، لانكم كاملين كتهربوا من التكاليف الثابته اللي دويت عليها البارح. والبيزنس مان او رجل اعمال ناجح هو واحد الشخص عنده السنطيحه وراجل وكيدخل في وكيدخل وما كيخافش من المصاريف الثابته. نتوما كاملين كتريكريتيو بمعايير لا استمراريه، عفاكم قيدوا هذه الكلمه، كتريكريتيو او كتوظفوا الناس بمعايير لا استمراريه. هذه جوج اول مره كتسمع عاوتاني هذا المصطلح. ماذا تعني ان التوظيف بمعيار لا استمراريه؟ هذا مبدا انا شكلته في دماغي، سميتو هذه السميه. هو انك انت ملي كتدخل تخدم عندك الناس ما كتعطيهم حتى شي امان ديال الاستمراريه. كيولي الموظف حط عندك رجل وحط رجل في بلاصه اخرى، ديما انت بالنسبه لي واحد المحطه الاستراحه حتى يوصل الطوبيس صافي. علاش هادشي كيوقع اليوم؟ لانكم ما كتخلصوش مزيان الموظفين تاعكم، ما كتوفروش التغطيه الصحيه للموظفين تاعكم، ما كياخذوش عمولات ولي بونيس ولي بريم على المجهودات اللي كيديروا معاهم. ورابعا مهمه جدا، ما كتكونوش واضحين معاهم، وديما نتوما خايفين يديو لكم نص البيزنس. اخوان في نهايه المطاف شئت ام ابيت كتضيع الوقت على راسك. الموظف اللي غادي توظف عندك خصك تعطيه الصالير مزيان، وخصك تسجلو في الضمان الاجتماعي وفي التغطيه الصحيه وتضمن له حقوقه الاجتماعيه. وثالث حاجه خص تعطيه بريم يتوافق مع المجهود والشيفر دافير والبونيس والارباح اللي كيشكل لك.
خامس حاجة ورابع حاجة خصك تكون معاه واضح. وحاجة مهمة قلتها للدراري داك النهار، خص دائما يسولوني قالوا لي كيفاش انت الموظفين كيبقاو معاك وحنا 3 شهور 4 شهور كيمشي لينا الموظف، لانك انت لست اصلا قدوة لذاك الموظف. انت بالنسبة لك كتبان داك الموظف انك انت مزاجيش، انت كطير مع الطيور كيقول واش انا مستقبلي نمشي نتزوج نمشي نشري الدار كريدي نمشي ندفع في الطوموبيل نمشي نكون احلامي على هاد السيد اللي غدا ولا بعدو يقدر يسد. دونك انت ما خصش الموظف يشوف فيك واحد بروجي، واحد الشخص اللي جاي غير يقصر، جاي غير يلعب، جاي غير يدير الفلوس ويدور مع الدوره. خص تكون انت بالنسبه لي انك انت كيشوف فيك الاستمراريه، كيشوف فيك انه هو راسه مهنه ل 10 سنين. علاش بزاف الا لاحظتوا الموظفين كيبغيو يخدموا في الشركات الكبار، بيبسي، كوكاكولا، ماكدونالد، هذه كيقول لك هذه حيت هذه الشركه مستمره، احتماليه ديال غدا تسد بيبسي ولا غدا تسد كوكاكولا هي عادي 0.00000، ولكن الاحتمال ديال انه يسد حسن هو 90%. هذا موضوعين مختلفين. دونك انت كيفاش بغيتي هاد الناس يعطيوك الجهد ديالهم، كيفاش بغيتي هاد الناس يعطيوك طاقتهم افكارهم ويفكروا معاك ويكونوا اولياء، ماشي اولياء، عندك الولاء، عندهم داك الولاء لديك الخدمه وليك، وانت انت ما كتحسسهم انه غير غادي غير كديباني بهم. دونك الاخوان هذه بالنسبه للتوظيف، عفاكم ما توظفوش على مبدا لا استمرار، وظفوا بمبدا الاستمرار. نيتك وانت كتوظف كدوز لونتروتيان ان هذا السيد غيبقى معاك هنا 20 عام، انت اللي كتقول ليه ديباني معنا تعاون معنا، كيقول لك شحال الصالير، كتقول ليه الصالير اكس، يقول لك امتى غيزيد الصالير، كتقول ليه واخا غير نشوفوا خدمتك، واخا غير نشوفوا البيزنس يطلع على حساب شحال غادي نربحوا. خويا راه موظف ما سوقوش في شحال غتربح انت، راه ما كتقول خص تصبر معايا. كان واحد الدري شي 2020 يمكن كنت في واحد ليفيمون في كازا، قال لي اخويا دحيا عندي واحد المشكل. قلت ليه شنو هو؟ قال لي كنخدم معايا بنات كيمشيو ليا، كنقول ليهم هلي فيهم في الصالير، قال لي هلي فيهم في الصالير. كنقول له ودي واش ياك ما كتقاسمش معاهم ياك ما، قال لي لا جو واحد زوين والناس كراسا كليما بيرو زوين. عييت معاه في الاسئله باش نلقى شي تغره ما لقيتهاش، وانا نقول له وانا نرجع معاه لك السؤال الاول، قلت له شحال شحال كتخلصهم؟ هادشي في كازا. قال لي 1500 درهم. قلت له خويا انت بالله عليك البنت كتخلصها 1500 درهم؟ قال لي اي. قلت له كيفاش بغيت تبقى معاك في كازا ب 1500 درهم وما تمشيش؟ عرفتي باش جاوبني؟ قال لي لا راه غنتهلا فيها باقي. قلت له امتى؟ قال لي غير الدور الرويضه. قلت له اخويا واش انت الناس يتسناوك انت تدور عندك الرويضه عاد هما ياكلوا عاد هما يلبسوا؟ كيقول لي لا راه قلت لهم يصبروا معايا. قلت له خويا راه ما غاديش تزوج بها باش تقول ليها صبر معايا، الوحيده اللي كتقول ليها صبري معايا هذيك اللي وعدها بالزواج، واش غير سابقا اما دابا ما كاينش الصبر باقي، حتى دابا باقي ما تصبرش معاك يا اما واجد لما واجد. دونك الاخوان الناس هادشي بالنسبه للريكروتمون وبالنسبه لتكوين فريق العمل. ولكن انت باش تولي مليونير وباش دير بيزنس صحيح خصك تعول على التكاليف وتعول على المصاريف ودير فريق العمل. دونك السؤال هو واش ضروري من فريق العمل؟ ملي كنجيو في الملايين الدولارات نقول لك انت ضروري من فريق العمل. الا ما عندكش فريق العمل وانت دابا كدير مليون دولار وهاد اللي كاينين الا ما درتيهم راه انت في طور الموت، غتموت غدا ولا بعدو. السؤال حتى 10 هو الاكونت ماجر. قال لي واحد واش الاكونت ماجر باش غيفيدني واش هو مجانا؟ الاكونت ماجر هو واحد الشخص كيحط اوكي، ماشي هو اللي كيعطيك البرودويات اللي غتخدم عليهم ابدا، برودوي وكونتي ماركتينغ ديالك، ولكن هو واحد السيد كيوجهك، واحد السيد كيعطيك الخطه فين غتوصل، واحد السيد كيعطيك البيزنس بلان ديالك، واحد السيد كيدعمك في البيزنس ديالك وكيحل معاك المشاكل اللي كاينين، واحد الشيء فري. السؤال رقم 12، كيفاش ندوز من 10 ديال لي ليد ل 20 ليد ل 100 ليد بار جور، او 10 ديال لي فونت او الى 20، من التطور ديال لي ليد، عفوا التطور ديال البيزنس ديالي. اخوان المشكل اللي كديروا كاملين نتوما ملي كدوز 10 ديال ليد في النهار ولا 20 ليد في النهار، 90% ديالكم ما كيقدرش يجوز ل 50 و 100، ولا كاع داز ليها كيرجع ليه الباطو ل 10 20 وما كتقدروش ديروها. علاش؟
كوتي أو, أو 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 السبب ليس في الماركتينغ. المشكل اللي كاين هنا أنك أنت ما كيتقبلش ليك هاد الطانطو هاد الراس، ما كيتقبلش ليك دي شونجمون كغيطراو في البيزنس ديالك ملي كتنتقل من 10% ل 100%. شنا هما؟ هو الواحد هو الكوست. ملي كتجيب الكوست $5 ولا بدولار، نعطيو مثلا بدولار في 10 ليد، راه باش توصل ل 20 ليد ما بقاش الكوست غيجيك بدولار، غيجيك بجوج، وانت اوتوماتيكمون ما كيتقبلهاش ليك. شنو كدير؟ الكوست غير كطلع لجوج كتمشي كتقتل الكامبين. هذا مشكل كبير، لانك انت بغيتي ديما تبقى في دولار. الاخ راه الا كتربح في 10 ديال ليد $10، ما تسناش تربح في 20 ليد $20، غتربح 18، غتربح 17. هذه راه معادلة راه في الايكونومي لا غبار عليها. وما تسناش تربح في 100 ليد $100، راه غتربح فيها غير $80. دونك اول حاجه ما كيتقبلهاش ليك راسك ملي كتسكيلي هو الشونجمون ديال لي كوست، او الشونجمون او الطلوع ديال المصاريف التابته. وهنا في لوكا ديالنا هي الكوست. يعني اول مشكل عندكم انتم علاش ما كدوز مع 10 20، لانك ما كتقبلش تطلع في الكوست. ثاني شيء ما كتقبلش انك داك التطور خصك ديرو ماشي ديما ماشي ديما فيرتيكال، ولكن خصك ديرو حتى هوريزونتال. علاش؟ ملي كيكون عندك برودوي كيجيب لك 10 ديليف، راه ماشي بالضروره في نفس البرودوي خصني نجيب 20. ما كيتقبلش لك راسك انك خصك تجيب روينه اخرى او افور ثاني. انت ما كتبغيش تدخل في هذا الافور، جيب الدوزيام برودوي ودير به غير 10 ديال ليليد باش يولي عندك 20، باش يولي عندك 100 ليد 10 برودويات. هذا هو المشكل اللي ما كيخليكمش تدوز من 10 ل 20. اول حاجه ما كتقبلوش الشونجمون في لي كوست او طلوع ديال لي كوست. ثاني حاجه ما كيتقبلش لك راسك انك في السكيل خصني برودوي اخر، او خصني مارشي اخر، او خصني دوله اخرى. حسب مثلا كتبيع في السعوديه ب 10 ديليت في النهار، سين الكويت زيد فيها 10، سين قطر زيد فيها 10. انت ما كيتقبلش لك راسك هذه الفكره، كتقول لك لا خصني 1000 فلان. ونقول لكم نصيحه، راه الناس اللي كيديروا مليون دولار راه نادر فيهم اللي كيديروها برودوي واحد. الناس اللي كيديروا مليون دولار غتلقى عندهم 20 30 برودوي خدام عليهم. باش غادي نتفاهموا عليها. السؤال الاخراني قبل ما نحل الاسئله ديالكم، فهمنا علاش المنتج واخا يكون بخسرنا ما خصناش نسدوه. كاين بزاف ديال الاسباب. اولا ان داك البرودوي اللي مخسرك، الا انت بيزنسمان واعر ومسوق واعر، الا في كيعطيك ناقص دولار في كل اوردر اكزامبل، ناقص 2 دولار ولا ناقص 5 دولار ولا ناقص اكس بصفه عامه، الا انت بيزنسمان واعر غتخليه وكتولي تنقص داك الخساره بلوبتيميزاسيون. شوف عندك المشكل تخدم عليه، مشكلتكم ما كتبغيوش تمشي وتخدموا على المشاكل اللي عندك، كتقول لا سد هذا ارا برودوي اخر، وكتولي مدخل راسك في واحد الدوامه. برودوي 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 جاب مبيعات، راه برودوي فيه مبيعات، شنو خاصو؟ خاصو لوبتيميزاسيون. ولوبتيميزاسيون بغات شويه الخساره، نخسر اليوم $5 ونخسر غدا 4 ونخسر غدا 3 وبعد غدا والسما جات نولي في البريك ايفنت في التعادل ونبدا نقلب على الربح. دابا هاد 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 ترانزيسيون وهاد التحول ما كتبغيوش ديروه. مخسرني سد بابا لا خويا. دونك علاش قلت لكم هاد القضيه؟ كاين انه كاين لوبتيميزاسيون خصك ديرو. كاين واحد الحاجه مهمه بزاف على الثاني، وهذه اهم حاجه، اللي هي الاخ ولا الاخت التكاليف. اعطيك مثال، افترض معايا انت عندك للشهر عندك بيرو وخمسة الموظفين، عندك للشهر فيكس ديالك 20,000 درهم. الى قسمناها على الاوردرز اللي كدير في الشهر، كتعلق داك الكوست كنسميوه الاوبريشن كوست، يعني شنو بالعربيه اوبريشن كوست، يعني سعر ديال التكاليف التشغيليه. أيه تكاليف التشغيلية عندك $2 الأوردر، يعني كل أوردر درتيه راه $2 مشاتك فيها في الموظفين. افترض معايا أنت هادشي بألف أوردر، افترض معايا بان ليك واحد البرودوي كتخسر فيه وسديتي، ملي سديتي نزل عندك لي زوردر من 1000 ل 800. ملي عندك 800 ما بقاش عندك الأوبريشن كوست $2، ولا عندك 2.7، يعني ولات عندك هنا زايدة بسبعة. دونك هنا كون خليتي هذاك كون بقات عندك الاوبريشن كوست ب $2 اللي هي البريك ايفن ديالك. نحاول شي نهار ندير عليها فيديو حيت هذه خصها ورقه وستيلو وحساب باش تفهموها. عموما انا بعض المرات خصني نخلي برودوي لانه عموما غادي
يكالي لي الشارج ونشرحها لك بطريقه ابسط. فطرت معايا انت واحد البرودوي غتخسر فيه $2 الا خليتيه لكل ليد نسهلوها، وحبشي مشيتي حبستيه وعندك 4 موظفين مربعين يديهم. انت بالنسبه لك شنو مزيان؟ واش نخسر $2 ودوك الناس مخدميهم، ولا نخسر صفر نسدو والموظف كامل دال ليا خساره اخرى؟ لان ديك $2 كانت مغطيه ليك مثلا الموظفين، ناقص $2 ومخلص الموظفين، انت غتصبح في زيرو وما مخلص الموظفين، ومشيتي حسبتيها غتلقى عندك نقص اخر. نتمنى ان شرحت ليها، كنحاول ندير عليها شي فيديو هادي مطول شي نص ساعه في اليوتيوب باش نشرح لكم انه بعض المرات خصك تخلي الخساره، لانها كما قلت البارح ليكو سيستيم عندك كيعيش. اعتقد جاوبت على لي كيسيون كاملين. نحلو واحد لي كيسيون واحد 20 دقيقه ان شاء الله، ولا نستنى الساعه. ونتمنى انني جاوبت على اغلب لي كيسيون اللي جاني. عفاكم، الله يجزيكم بخير، وغادي نقول لكم الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. ما تسولونيش شي سؤال جاوبنا عليه قبيله. ناخذ اول سؤال. الكتب اللي تنصحنا بهم؟ عندك الحق، اعتذر. اعطيني واحد الدقيقه عفاكم بلا ما تسولوا دابا باش ما نضيعش السؤال. شوف الكتب اللي خصك تقرا، شوف نقول لك واحد النصيحه انا عندي، ما تقراش شي حاجه حيت فلان كيقراها، ما تقراش شي حاجه لان كوريت كيقراها، قرا شي حاجه انت اللي خاصك. نعطيكم مثال، دابا انا هاد لي ايام كنت في دبي واحد السيمانه هادي، وشنو الكتب اللي جبت معايا؟ جبت معايا الكتب اللي كنقرا دابا، هما الكتب اللي انا محتاجهم. كنقرا دابا الفينونس، ها واحد يلا جبتو معايا في دبي، الاكاونتين المحاسبه، وكنقرا البازيك ديال الفينونس. دونك انا ماشي غادي نقول لك انا قرا، حيت انا واعر، انا ما واعرش، انا ما كنقراش. انا كاخويا كنقرا شي حاجه اللي انا محتاجها حاليا. انا محتاج نفهم الفينونس كثار، محتاج نفهم بزاف د الحوايج، وهذا الشيء كنشري هاد الكتب اللي كنقرا. دونك شنو الكتاب اللي غننصحك به؟ قرا خويا داكشي اللي انت محتاجه دابا. محتاج الماركتينغ، قرا على الماركتينغ. محتاج الفينونس، قرا على الفينونس. محتاج الفقه، قرا على الفقه بلا فلسفه. سي سليمان شاف كبير، الله يكبر بك اخويا رشيد. ما لا ماشي موسوعه. $1,000,000 تقريبا كم تنفقوا في الادس؟ نسى دابا اخوان، انا نشرح ليها لكم حيت بزاف قلتها قبيله، غادي نقول لكم واحد الطريفه ونسيت. في واحد الجروب ديال السعودي نتورك افيليت في فيسبوك قلت فيه واحد الدجور هادي، قال لك وانتوما قلتوا لنا $1,000,000، راه داك السيد اللي دار $1,000,000 غيكون غي رابح غي كلمه غي $300,000. وانا استغربت، دابا ولاو ولاد كيشيروا بالمنين غي، يعني زعما راه ما رابح والو. شوف نقول لكم اي رقم شتيه في الاي كوميرس، نقول لك في السي او دي ماشي في ستور، شتيه ديليفريد، يعني السي او دي كما كنسميوه السي او دي كولكتيف، يعني المبالغ المبيوعه. مثلا كيبيع $80، هذه هو السي او دي كولكتيف. اللي كيبقى فيه لافيلي، عفوا اللي كيبقى فيه السيلير هو 30%، يعني ملي كيدير $1,000,000 مبيعات راه هو كيدخل لجيبو 300 مليون. وما تقولش لي قليله اخويا، ها بزاف اخويا. الا عندك شي بيزنيس اخر فيه هذا الشيء جيبوا لينا حنا نديروه معك. الكتب جاوبت عليها. ما قلتيش شحال ديال الربح في $1,000,000؟ قلتها اخويا 30% تقريبا. شوف نجيك صريح، يعني ما بين 30 ما بين 20 و 40 المعدل ديال الكاش اون ديليفري في الخليج. انا كندوي على الخليج، كندوي في مارشي انا خدمت فيه وكنفهم فيه وباقي كان اوبيري فيه.
هو 30% هو المعدل، كاين اللي صحاب 40%، كاين صحاب 20%، وهذا الشيء كيختلف على المهارات ديالك، على السكيلز ديالك، على البيجي ديالك، على الدوله فين خدام البرودوي. ولكن ما بين 20% اخويا، راه حتى 20% راه مزيانه. انجيك انا حتى من الاخر، عرفتي 10% اخويا راه مزيان. الا درتي مليون دولار ودخلتي 100 مليون لجيبك، اخويا شكون هاد البيزنس اللي غيعطيها لك؟ ليف عمر إفادة. في مليون دولار شحال من البروفيت نيت؟ جاوبت على هذا السؤال باش تنصحني في عمر 17 عام. هو كور راسك، دير سي في. ما فهمتهاش. واش كاينه شي دوره تدريبيه تطبيقيه؟ لا امينه، شوف كلشي في اليوتيوب. شوف الاخوه الرابعه غير اللي ما بغاش. انا سيلر معكم، عندي وينر ارقام مزيانين، بروفيت طالع، وعندي فيه 200 ديليفريد، ولكن الماجر ما كيبغيش يسكيلي معايا. خويا راه ماشي الماجر خصك تسكيلي، انت اللي خصك تسكيلي. زعما شنو كتقصد ما بغاش يسكيلي معاك؟ هذا السؤال انقيد سميتك باش نقدر نرجع معاك. حمزه الباس، قلتي انا سيلر معكم، عندي وينر ارقام مزيانين، بروفيت طلع، وعندي فيه 200 ديليفريد، ولكن المانجر ما بغاش يسكيلي معاك. اول ماشي هو المانجر غيسكيلي معاك، راه انت اللي غتسكيلي اخويا. راه المانجر زعما راه ماشي هو اللي غيشدك يدي. شري فيه ستوك اخر اخويا وبيعو. زعما راه ماشي غتقول لي بغيت نشري هذا ستوك، يقول لك لا ما تشريش. ما فهمتش هاد القضيه بالضبط. باش نصحي لهم في المغرب، عندي واحد البرودوي كنصاوبو راسي، كان كيتباع مزيان، دابا ولا موجود والثمن طايح، واش غير نحيد عليا ستوك اللي عندي ونبعد منه؟ خويا البرودوي كتصاوبو راسك، ما خويا مادام كتصاوبو راسك دونك انت تقدر تجيبو بقل على واحد غير كيشري. عفاكم ملي كتشوفوني كنقز، يعني كنقز السؤال جاوبت عليه. اللايف غيبقى مسجلو وسمعوا الاجوبه ديك الساعه. تبارك الله عليك خويا. واش الكول سنتر عندكم كيديروا الابسيل اخوان؟ راه الابسيل كاين من 2019 في الكول سنتر ديالنا، باش نكونوا شويه حقانيين ونساو الهضرات الماركتينغ. الابسيل اي كول سنتر في العالم كيعرض الابسيل. السؤال هنا، واش انت حطيتي الكول سنتر العروض ديال الابسيل؟ بمعنى ان الكول سنتر ماشي هو اللي كيقرر شحال غتبيع الثانيه والثالثه، واش اثنين والثالثه مجانا. هادشي انت والمانجر ديالك خصكم ديجا حاطينه في الديسكريبشن ديال البرودكت عندكم في البلاتفورم اللي كتبان عند الكول سنتر. الا انت سيدي عارف اش كندوي. دونك راه الابسيل هو لقاتو البنت راه غتعرضوا عليك، ما لقاتوش ما غتعرضوش. صافي، يعني انت اللي تحط واحده، مثلا نقولوا واحده 190 ريال، تقول لها ابسيل جوج بقدا وقدا، ثلاثه بقدا وقدا العرض. هادشي البنت باللي كيتي عندها اللي قدام عينيها، كاين هادشي كتعرضوا على الكليان، ما كاينش ما غتعرضوش. دونك الابسيل راه ديما كاين الاخوان، راه ماشي شي علم، راه اي كول سنتر في العالم كيدير هادشي ومجانا. بمعنى انه ماشي الا درت لك ابسيل غنحسب ديك الليفريزون دو فوا. هذه راه ما عمرها كانت كاع، وهادشي كاين من 2019. خويا يحيى واش عندكم شي فكره؟ بغيت نربط يوكان مع الدومين. خويا الامور تقنيه، عافاك ما تسولنيش فيها، حيت خوك صلو فيها. قلت باب لقاو منتج ونتيستيوه ونقترحوا على الاكونت مانجر، والاكونت مانجر حتى تاخذ اول ما كيتفتح حتى تاخذ اول لا خويا راه السيلة دابا كتدخل كتسجل كونت ديالك، وكاين تما السيبور صيفط ليهم انك انت عندك برودوي، صيفط. دوما ما كديروش اجتهاد، عارف ان ما كيتع ماشي ما كيتفتح ما كيتعطاش ليك اكونت مانجر حتى كدوز الريكويست ديالك مع السورسين طبيعة الحال، حيت ماشي لاي واحد تسجل نعطيو ليه اكونت مانجر، ولي اكونت مانجر عاطينو 100 واحد ويلا كيشوف معاهم. ولكن انت عندك برودوي مزيان، ملي تحل لي كونت ديالك صيفط، كاين تما السيبور صيفط ليهم، قول لهم ودي انا هذا 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 هذا، راه غيدوزو لك اكونت مانجر. هنا عطى لي فيسبوك دقيقه جوج دقيقه يسالي اللايف، الا سالا غنعاود واحد اخر باش نخليه واحد نص ساعه اخرى.
شحال داير ديال الرباح جاوبت عليه تبارك الله عليك سيدي الله يبارك فيك خويا عصام. سورة البقرة احسن بلاتفورم في الادز كلشي اخويا زوين. معلومه عطاني كان يسولوا عليا الدراري كيقولوا لي شنو الناس اللي دايرين مليون دولار باش داروها، واش فيسبوك سناب شات؟ الناس كيخدموا في كل شيء. شنو تبدل في المارشي وشنو هما التحديات الاخيره في الماركت وعلاش المارشي ولا صعيب على المبتدئين؟ الشيء اللي خلى بزاف ما بقاوش كيكملوا ولا كيفشلوا؟ الفشل ولا ما كيكملش ما عنده حتى شي علاقه بالتحديات. المارشي انا اللي كندوي معك كما عرفتوا في 2015 هو في 2023 8 سنين والمارشي ما تبدلش بغى الاجتهاد. الدراري ما كيجتهدوش. دابا راه غنقول لكم واحد الحقيقه اللي بزاف بغى يسمعها، الدراري ما كيجتهدوش. الدراري بغى يلقى اول برودوي واول فيديو لقاه في الانترنت في اليوتيوب وبغى يطلق بها تجيب مبيعات. هاد الهضره الاخوان اللي عول عليها انسى صافي، انت هنا ما كدير حتى شي حاجه. كنتي قلتي الشهر اللي فات باللي الديليفري غادي تحسن في الشهر الجاي ولكن ما شفنا والو. او انا خويا ما عمرني قلت لك الديليفري غير تحسن الشهر الجاي. انا هذه الهضره ما قلتهاش لان الديليفري ما عمر كان فيها مشكل. الا عندك انت مشكل مزيان يقدر يكون عندك 30% يقدر عندك 80%. شوف اخويا البرودوي ديالك، شوف مع لاكونت ماجيك الاسباب. الديليفري انا ما عمرني قلت غيتحسن لانه ما لانه ديما الديليفري ما فيه حتى شي مشكل. بقات 5 ثواني اللايف غيتحبس غنطلقوا واحد اخر. للاسف اللايف ما تسجلش، ما عرفتش ما عطانيش مثلا اللايف، ما عطانيش اللايف ما عطانيش الانستغرام فين ندير ليه سيف وماشي مشكل. نكملوا دابا 12:32 نكملوا 28 دقيقه ديال الاسئله ونوقفوا ان شاء الله. خويا بغيت نبدا من واحد كيشرح مزيان، هو راسك تمشي تقرا وتعلم. خويا محمد ما عندي مشكل في الكاش فلو، كنعرفش ندورو وديما كنرجع للزيرو كنبدا عاوتاني للزيرو. هذا خويا خلي الاكونت ماجر ديالك يجريها. حنا عندنا بزاف ديال لي كنيو ما عندهمش عندهم مشكل، يعني ما كعارفينش كيفاش يجريو الكاش فلو ديالهم. كتلقى اللي كيجري ليه الكاش فلو هو الاكونت ماجر، ولكن خصك تسمع ليه. وعليكم التحيه ليك لايك بري. خويا انا جزائري، الا درت تيست وجبت مبيعات وحكيت مع الماجر يمكن يشري ليا ستوك ولا السيرفيس هذا المغاربه فقط؟ لا خويا كنشريو ستوك للمغاربه وخوتنا الجزائريين والمصريين وكل شيء، يعني مرحبا بك اخويا. احسن سوق بالنسبه ليك المغرب ولا خارج افريقيا؟ بالنسبه لي احسن سوق هو الخليج، باش ما نضحكوش على رجلنا. انا مصممه ازياء وبغيت نبيع قفاط في الخليج مع السعودي، واش ممكن؟ الا درت تيست وعطاني نتيجه زوينه واش يمكن تقبلوا منتج من المغرب؟ بطبيعه الحال عندنا لا باش نجيك صالح، عندنا مغربيات كيبيعوا قفاط كيبيعوا تكاش جلالب خدامين معنا كيصيفطوا معنا من المغرب وحنا كنوصلوهم للكليان ديالهم الخليج وكنجمعوا لهم الكاش وكنصيفطوا لهم. واش ضروري التيم باش نوصل مليون دولار؟ 99% او 95% خصك تيم باش توصل مليون دولار. علاش ما تديروش الابسي في الافيليت؟ نشرح لك هذه القضيه اخويا. الافيليت هو انت مسوق وانا منصه الافيليت مولي مول العرض. انا خويا باش نتفاهموا معاك باش انا عارف كتقارن مع ا مع بي. انا ماشي انا مول برودوي، انا كسي او دي نتورك ماشي انا مول برودوي وماشي انا اللي قلت لك بيع 299 ريال ولا بيع 290. كاين واحد كنسميوه ادفيرتايزر اللي هو معلن جا قال لك السلام عليكم. وعليكم السلام. انتم هما واحد المنصه ديال الافيليت محضة عليها. حنا عندنا الافيليت بوحدو والسيلر بوحدو. اش كيقول لك اودي انا هذا البرودوي بغيت نبيعه ب 199 ريال في السعوديه وغنعطي قدا وقدا على الكونفيرميد او غنعطي قدا وقدا على الديليفريد. حنا كنجيو داكشي اللي قال لينا في السي كوريت كنحطوه لك انت، حنا غير انترميديير، حنا ضامنين لك انت فلوسك عندك المعلن اكس انت اللي ما كتعرفش وحنا ضامنين لك المعلن الفلو والفوليوم او لي زوردر. دونك حنا هنا في امريكا دوي في العالم في الافيليت اخويا، سير للشركات الافيليت، سير اد كومبو، سير للشركات دكتور كاش باش تفهم شنو هو الافيليت. الافيليت اخويا ما عنده حتى شي علاقه بالابسيل وداك الشيء اللي كتقولوا نتوما، ربما شي حد اخر قراكم الافيليت غلط.
باش نجيك صريح، الافيك ماشي انت اللي كتحكم في الثمن، باش نجيك انا من الاخر، الا انت كتحكم في الثمن وهذا ودي دونك ما بقاش ديك البلاتفورم عامل كتعامل انت افيليت ولا هذاك واحد كيخدم معاك بيزنس. شنو هما المنتجات الممنوعه من الاستيراد في دول في دول الخارج؟ هما المنتجات الممنوعه قانونيا، صافي جاوبتك دابا انت. شنو ممنوع قانونيا؟ راك عارف ممنوع قانونيا ودينيا. واحد الدري ديال قبيله سول قال لك الماجر ما كيبغيش يبروفي يابروفي ستوك كبير وبدول اخرى يلا كنجيبو 200 ب 200. اخويا خصنا نشوفو لوكات ديالك، لان الا هو جاب لك ستوك 200 حبه وشافك انت فكيتيها في 3 شهور وانت تقول لي اشري لي 2000 حبه ما غاشريها لك، باش نجيك صالح. لان كيقول لك اوني انا هذاك حدو كيفك كيبيع 200 حبه في 3 شهور، حدو 60 حبه في الشهر، دونك الا جبت ليه 200 متى غيفكها ليا هو؟ يفكها ليا في عامين؟ واش انا غنحط مع 10000 دولار ونتسنى عامين باش يرد ليا فلوسي؟ دونك انت الا انت مغامر جيبها بفلوسك. شنو هما طبيعه المنتج الاكثر مبيعا في الخليج؟ كلشي لا خديجه اللي كيتباع في الخليج ماشي هو. شوف كلشي على الماركتينغ، كاين الكوزميتيك، كاين الكادجي، كاين الاكسوار ديال الطوموبيلات، الكيتشن، كلشي كيتباع. سي سي موتيفيشن قال لك راه اللايف الاول مسجل عندي في الفيسبوك، تبارك الله عليك اخويا. واش ممكن نخدم معاكم شي منتج بحال ارغان في السعوديه؟ خويا حنا غتخدم معنا اللي بغيتي، واش انت قادر تبيعو في الماركتينغ؟ جميل ويقدر تصف في المغرب، ما كاين حتى شي مشكل اخويا. خويا يحيى انا دابا شاري اول ستوك كنتسنى غير يوصل ان شاء الله، الى تبع بغيت دوك الفلوس تزيدوا عليهم ونشريو ستوك كبير، غدير خير كبير فينا وفي راسك، لان هذا هو المشكل اللي كيطر للدراري. عاوتاني هذه النقطه مهمه، كيجيب ستوك كيربح واحد 2000 دولار كيتيريها كيمشي كياكلها. الناس اللي داروا واحد الكرو كبير هما الناس اللي غنصدمكم، نقول لكم واحد الحاجه فراسكم، ان عندنا ناس عام هادي ما خرجوش فلوسهم، عام هادي ما خرجوش فلوسهم البتة، كيشد فلوسو كيربحها كيحيط فيها واحد 10% كيخرجهم، ديك 90% كينفيستيهم، حتى دابا ولاو عنده ملايين الدولارات، راه دوك الملايين الدولارات ما دارهمش اخويا كيخرج كياكل. هل يمكن الحصول على رقم هاتف سعودي للبيع؟ هذا الهضره ما كايناش السي عبد الرحمن اللي قال لك عطيك نمره سعودي، الا شي فاميلا ولا شي واحد من العائله غيشريها بسميتو ويعطيها لك، ولكن لان النوامر في الخليج كيسميوهم هو رقمك هويته، كتولي عندك الرقم ديالك هو الهويه ديالك، حتى واحد اخويا ما غير يكسب راسو. احكي لينا على الماركت بليس اللي درتو. نجيو لكم اخويا الماركت بليس هو درناه جوابا على بعض الناس اللي قال لك انا في الافيليت بغيت نبيع باش ما بغيت. اخويا انت في الافيليت الا بغيتي تبيع باش ما بغيتي سير الماركت بليس، غالبا غتلقى نفس المنتج وشريه للكاسيلر وحطو عندك كاسيلر حتى من 10 الحبات وبيعو باش بغيتي. دونك راه باش تبغي باش تبيع باش بغيتي راه ما عمره كان فيه اشكال، الا انت بغيت دير فيه اشكال. شري اخويا 10 الحبات ب 10 الحبات او 5 ب 5 وانت بيع باش ما بغيتي. كيفاش شخص عادي ياخذ منتورين من عندك ولو بالنسبه للارباح؟ لا خويا والله زعما انا باش نجيك صريح، انا ماشي هنا كنقول لك انا واعر في المنتورين، انا فقط خديت واحد 10 ديال لي مليونير في الشفر دافير ديالهم وبغيت ناخذهم ال 5 مليون دولار، وما بغيت منهم لا نسبه ارباح، ما بغيت منهم لا يخلصوني، ما بغيت منهم تخدموا معايا في السيرفيس ديالي. ماشي بالضروره راه شفتوا كلشي بعينيكم، فيما بغى يخدم يخدم، انا بغيت غير ندير واحد صدقه جاريه وبغيت نثبت للناس اخرين انه ديك 5 مليون دولار اللي كتخلعكم راه ما بينكم وبينها الا شويه ديال المايند سيت تبدل، شويه ديال الامور في الماناجمنت، شويه ديال الامور في الايمان ديالك في الامور، وشويه ديال الامور في الفينونس، راه انت غتوصلها. اما انا خويا والله الا العظيم الا غارق بالخدمه، والحمد لله اللهم لك الحمد ما وقفش على حتى شي حد يخلصني في منتورين، وديما كنقولها راه داكشي اللي كتبوا الله علينا كناكلوه راه كناكلوه، والحمد لله ما بقيناش كاع كنخدموا على الفلوس كثر ما كنخدموا على واحد لامباكت الناس. الفلوس الحمد لله رزق الله داكشي اللي غيرزقو، اللهم لك الحمد والله يزيد الجميع.
وكل نهار خدمتي هو ماشي باش نربح الفلوس، الفلوس عطاهم الله، ولكن خدمتي باش نعاونوا اكثر الناس ونخلقوا واحد لامباكت. راه الاخوان يخرجوا لك 50 ولا 60 واحد داروا مليون دولار ولا 80 واحد ولا 70 واحد ولا ما عرف الرقم بالضبط، يمكن داو 60 واحد مليون واحد داروا مليون دولار في السعوديه تورك اخر 12 شهر. راه ماشي ايزي. ربحنا معاهم وربحوا معانا ما كنكروش، ولكن راه ماشي سهله انك تخلق واحد بيزنس موديل من الصفر. وتخلق به الدعوة ديال المال ديالها، اما راس المال ديالنا، اما الفلوس راه عطاهم الله الحمد لله، ماشي من السيرفيس، الفلوس عطاهم الله من 2019. انا مليون دولار درتها في 2014، باش غير نتفاهموا على هذه النقطه. اسمحوا لي كانت يمكن تقطعت الكونيكسيون ولا ما عرفتش كان شي مشكل. قلت لكم انا باقي ما عنديش لاكارت، ماشي مشكل خويا، داكشي ما نجاوبك عليه انت حر. انا تسجلت في ستيلر وصيفطت الريكويست لواحد البرودوي في تركيا، مي حاليا 20 يوم دازت مورا ما جاوبني السيبور باللي وصلوا الميساج، مي مازال ما تواصلوا معايا، واش ممكن ندخل داك البرودوي ولا لا؟ صراحه ما عنديش جواب علاش، باش نجيك صريح على لا ولا سيدي اللي قلت لك غنولي كذاب، خصني صيفطي ليه في بريفي عافاك نشوف هاد لوكا. سياحية شرط شروط ديال السيلر للمبتدئين، ما كانت الشرط اخويا وتقدر تخدم. هل ممكن ان اعمل في الاي كوميرس وانا اقيم في الصين؟ خويا واخا وقد كنت اقيم في جزر الوقواق ما عندنا حتى شي حاجه، حنا فلوس كنوصلوك فيما كنتي. اللهجه الخليجيه ما معاوناناش، شنو الحل؟ اختي خديجه ما محتاجاش انت اصلا حتى شي لهجه خليجيه، زعما راه انت اللي غتكونفيرمي ماشي انت اللي غتكونفيرمي. اللغه العربيه الفصحى باش كنقدو كلشي. بغينا التحدي في افريت صعيب حاليا، صعيب اخويا حمزه ما عنديش الوقت ديالو. مليونيرات باش برقم معاملات ها ها ها. خويا متفق معاك، هو ماشي مليونير، حيت مليونير بالمفهوم ديالو الاقتصادي راه ماشي هو هذا، كنتفق معاك. حنا كندوي على الناس اللي داروا مليون دولار شيفر دافير، ويلا انت عندك مشكل حيت الناس داروا مليون دولار بشيفر دافير، هنا جوج احتمالات، يا اما انت درتيها وفتيها وهنا غنقول لك الله يزيدك، ولكن ما تحقرش على الناس اللي قل منك راه حتى هما جايين. الا انت ما دايرهاش وهذا غالب الظن وغير انت ضحكتي وتستفزيتي حيت ما قادرش ديرها، راه كنعذرك، ماشي غير انت راه عداد اخويا، راه ملي كتشوف انت كتقاتل وما دايرش والو وانت كتحلم كل نهار وما داير والو وجا واحد ودار لك مليون دولار راه كيستفزك، بحال داك اللي انت في راس الدرب جالس 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 وجا حسن من اكس وحط عليكم واحد الطومبيل واعره، راه ما كتصرش ليه. وشنو كتقول؟ كدور صاحبك كتقول ليه درها بالحشيش، درها بالممنوعات، درها بهادي. دائما حنا فينا هاد القضيه وحنا عارفوا هاد القضيه، ماشي مشكل ماشي مشكل. واش باقي كاين شي مساعده في راس المال كما درتي قبل بالنسبه لي خدامه في ليت؟ لا خويا فيت ما فيش سيلر.
واش ممكن نطلب منتجات ملابس بالطريقه ديالي، يعني تشوفوا شي مصنع يخيط لي بالطريقه اللي باغي انا، ما كاين حتى شي مشكل اخويا. صيفط الريكويست ديالك للسورسين بيان ديتاي شنو بغيتي وشنو ما بغيتيش وغيوريوك، واللهم يسر. خويا يحيى، بالنسبه اللي بغى يبدا، شنو حسن المغرب افريقيا او الخليج؟ واش كتعرف دير الماركتينغ؟ انا غنقول لك الخليج. غتسولني علاش؟ انا غنقول لك الا غتربح في افريقيا دولار ولا جوج في الاوردر، غتربح 6 دولار في الخليج، وغتربح في المغرب 2 دولار، راه اوتوماتيكمون انا غنقول لك هنا. ولكن انت عاوتاني شوف الامكانيات ديالك. حازم ابو العز، اش احسن شريك في العالم؟ تحيه لك اخويا حازم. سلام خويا محمد، انا خدام مع منصه حاليا تقريبا 1600 ديليفريد، وباغي نخدم معاكم، ولكن تمولوني، واش ممكن داكشي اللي عندي داخل ديك المنصه كان انفيستي فيه؟ واش ممكن داكشي اللي عندي داخل ديك المنصه؟ ما فهمتش السؤال الشق الثاني خويا، ولكن بغيت تخدم معنا خويا نمولوك على الراس والعين. صيفط ليا وابشر. علاش ما شاركتوش في ايميك اكسبو؟ ما شاركناش في ايميك اكسبو لان اولا ما كنشوفوش ان احنا عنده في حتى شي فائده لينا لينا حنا كسي او دي نتورك. يعني انا باش نمشي شي ايفينمون غيكونوا عندي اهداف، يعني اما نجيب كليان، باش نجيك صريح، نجيب كليان جداد، نحتك بلي كليون ديالي، نتلقى بهم. وهادشي حنا كسي او دي نتورك ما كنحتاجوش ليه. لماذا؟ لان حنا ملي كنبغيو نجلسوا مع الناس ديالنا، ملي كنبغيو نحتكوا بالناس ديالنا، كنديروا ايفينمون ديالنا. وكنتو باقي عاقلين وشاهدين في الشعشرة، درنا ايفيمون ديالنا بالتمويل ديالنا وقاعة ديالنا 1200 واحد، كتر من 23000 واحد بغي يحضر، حضر معنا وفق داكشي اللي هز القاعة. 1200 واحد مغربي من جميع ربوع المملكة وجاو عندنا واستقبلناهم وكبروا بينا الله يجزاهم بخير وتشاركنا معاهم. دونك انا علاش انا نمشي نخلص واحد 20 مليون نشارك في شي ايفيمون معين؟ باش انا كسي او دي نتورك ما محتاج نمشي للايفيمون باش نكون فيه. كنكون في دي زيفيمون ديال صحابنا اللي هو غير لو بارطاج ديال المعلومات بيننا وبينهم، او كشراكه بيننا وبين دوك الناس. ولكن ملي غنبغي ندير انا ايفيمون نتلاقى مع الناس ديالي وسولوني ونسولهم، انا غندير ايفيمون ديالي ان شاء الله في اكادير، في كازا، في جميع اوروبا المملكه. هذا هو التوجه ديالنا، لان حنا انا ما محتاج، باش نجيك صريح عاوتاني، ما تقرهاش انني كنعيق، انا ما محتاج نمشي للمعارض باش نخلي صحاب المعارض هما اللي يجيبوا لي الناس. الحمد لله سمعتنا تتكلم عنا، الكل يعرفنا في السوق، واللي بغانا راه كيجي عندنا. انا ما محتاج انا نمشي ليفيمون باش نقول لهم واحد ليفيمون اللي جامع 200000 عارض باش كل عارض يجيب واحد لودون زيلو باش انا نستفد منه، ما محتاج لهذا الشيء الحمد لله. ونتمنى تجاوبوا واش المنتج المغربيه ديال الكوزميتيك خدام في الخليج؟ خويا خدامين اخويا حسن، ولكن واش انت خدام؟ راه ماشي هو واش خدام المنتجات، واش انت قادر تبيعهم؟ حيت بزاف ديال فيكم متشبت بالمنتج المغربيه، غتبيعهم اخويا وكيتباعوا، ولكن واش انت قادر تبيعهم في الماركتينغ؟ واش انت عندك داك النيفو ديال الماركتينغ تبيعهم؟ درت في الافليت تقريبا 1300 طلبيه لكن الربح والو، ودابا رجعت للصفر. واش ممكن شي دعم باش نعاودو نبداو؟ خويا انت غتحط ستيلو تحط لك لافي وعاود الحسابات ديالك. ملي كتقول لي درت 1300 مبيعه وما ربحت حتى شي حاجه، عارف ان كاين مشكل كبير جدا. حاول هو الاول ديكتي واش الكوست طالعه، واش اللي ديال الكاليتي، واش ما قدرت نجاوبك دابا. ولكن اخويا حط ستيلو وعارف علاش فين عندك المشكل، انا هادشي غندير انا بلاصتك. بغيت نتعلم فيسبوك ادز مزيان، كاين شي طريقه؟ هو تمشي تخسر فلوسك وتتعلم فيسبوك ادز، تخسر فلوسك في الادز باش تعلم فيسبوك ادز. نتوما دايرين امكانيه الاستيراد من دبي، شنو هو المنتجات اللي كاينه في دبي وكيستوردوها الناس على حسب الكتالوج اللي عطاوك؟ الاخ يحيى، حبذا لو تقول للناس باللي الاي كوميرس ماشي شي حاجه ساهل انك دير ارقام كبيره من اليوم اول، وباللي الادز ماشي هو اللي كيبيع، غير وسيله، ماشي غتطلق الادز صافي راه ضروري خصك تبيع، حيت بزاف ديال خويا كريم اي كوميرس. خويا كريم هادشي اللي قلتي هو صحيح، هو عن العقل.
هذا هو المشكل عند الناس. هو المشكل ديال الناس كما قلت قبيله قال لك ان الاسحاب واش الايكوميرس سهل، هو السهل والممتنع. دونك خصك تعرف ان ماشي التقلقات هو اللي كيجيب الفلوس، هو الاجتهاد ديالك، هو الكرياتيف ديالك، هو الابداع ديالك، هو تنوض من بعد الطيحه. الدري الصغير باش يتعلم يتمشى ضروري كيطيح. افترض معايا طاح وتقصح وما بقاش ناض غيتعلم المشيه؟ لا، خصك تطيح وتنوض وتطيح وتنوض وتطيح وتنوض. السلام عليكم، عافاك، واش واخا يكون الادز بوستاج يمكن تجلى فيه الادز بوستاج؟ ما فهمتش الادز بوستاج. درتو تغيير في مده التوصيل في الافيت من 8 ايام الى 12 يوم حسب العرض اخويا. شوف كما قلت لكم الافيليت هو واحد بلاتفورم لانترميدير ما بين ادفيرتايزر وما بين افيليت، ما بين المعلنين والمسوقين. دونك اي معلن في العالم كيحط الشروط ديالو، وانت كتدخل كتقرا البرودكت بيج وكتقرا الاوفر بيج، كتوافق كتعرف شنو كيطلب منك، وانت ديك الساعه كتقرر تخدم مع داك الاوفر ولا لا. هذا هو الافيليت. ملي كندوي على الايكوميرس هو سير اخويا للسيلر شري 10 د الحبات وتوكل على الله. السلام عليكم سي محمد، تحياتي بالنسبه للناس اللي حصل فيهم ستوك باش تقدروا تعاونوهم. خويا اولا قبل كل شيء، هو حصل ديك ستوك هو شنو هو ما معنى حصل فيك ستوك؟ كحصل فيك ستوك ما كتقدرش باقي تبيعو، انا غنقول لك حط ستيلو، لان تقدر انت تساتور الافكار عندك، ولا انت جابتي الكوست طلع. علاش الكوست طلع؟ خصك تنزل الكوست، لان ما كاينش اخويا شي ستوك يحصل في نهايه المطاف. اللي كيحصل فيك ستوك كنحطو في ماركت بليس، كيجي واحد الشخص اخر اللي قادر يبيعو كياخذو، وكتاخذ انت فلوسك وهو كيفكو. هادشي حنا اللي كنديرو. تحية السي غيساني السيمو، كنبغيكم الجزائر، تحياتي. الله يكبر بك اخويا، وتحية خوتنا في الجزائر. سي يوسف اميتي الشاف الكبير، عندي $1000 وحاصل ما عرفش شنو ندير. خويا كلها كلها، عندك $1000 شنو غدير بها؟ ما سوقيش. ولكن بغيتي $1000 وبغيتي ديرها في الايكوميرس، نقول لك سير قرا بها وغتمشي لك. واش كاينين شي ناس خدموا بالفري ترافيك وحقوق مبالغ كبيره؟ اخويا ما كنعرفهمش، ما شفتهمش. منين من اللي لاحظتوني كانت تعطل، انا كنقز الاسئله اللي علاش ما كتبغيش تجاوب؟ ما عرفتش اخويا السؤال ديالك. السلام عليكم، كرئيس تنفيذي سي او دي نتروك، شنو هما الحوايج اللي خاصهم حل التجاره الالكترونيه يعني الشركات يعاونوا ايكو سيستيم؟ ما فهمتش السؤال بزاف. ثمن السلسين اخويا من المغرب للسعوديه معكم، شي 120 درهم للكيلو على ما اعتقد. وكاين صيفط لينا وسوق الدراري والبنات ديال السلسين هما يجاوبوك احسن مني. كندير 200 كوموند في النهار، ولكن فلوس مازال ما كاينينش، ومشكل الروتور عندي كتليفرا 100 100. لا نعاون، كندير 200 كوموند في النهار ولكن الفلوس مازال ما كاينينش، ومشكل الروتور عندي كتليفرا 100 100. لا، اللي كتليفرا عندك اخويا كتجي ب 200 كتليفرا 100، يعني عندك 50%. الا انت في السعوديه انت في السكه الصحيحه، الحمد لله ونشكره. الفلوس ما كاينينش هنا، ما نقدرش نجاوبك واش ما كاينينش حيت سالاو لك في جيبك باش كدير الاتس، ولا ما كاينينش حيت تليفرو مازال ما شديتيهمش. غالبا كتقصد انه ما عندكش ما دير الاتس، الا خدام في الخليج ومعنا راه اكونت ماجر غيعطيك الفلوس حتى وكان تخلص. قال لكم السي المدير السي الغساني سي او دي نتورك ماروك جايه ان شاء الله قريب بزاف. الناس اللي كيسولوا على المغرب، السيلر المغرب جايه المغرب، سي او دي نتورك في المغرب جايه ان شاء الله قريب. ها هو السي المدير شخصيا كيبشركم.
الله يعطيك الصحه على الرد ديالك على هذاك اللي دار كومونت نستفز اخويا. عادي كشين عادي جدا حازم حبيبي اخوان. بان لي يجكروا الاسئله تطلب ما كاينين بزاف. نمشي للخر على ما اعتقد اللي يكون في الخلاص بالكارطة ولا كيبان في الخليج. هذا موضوع تاني نخليه من بعد. كاين فورماسيون تاعك وراقي راهي فابور تسمح لنا كاين تفرج اخويا مسامحه. خويا يحيى انا عندي محل في اكادير كندير السبيدري واش ممكن نخدم بهم في الخليج؟ سا دي بون واش ماشي الى كوبيلا امتى غتلقوا لينا نخدم الافيليت؟ ديما متلقوا الافيليت لا سيري تسجلي الكونت ديالك ما غتقبل سيفتي لهم في السيبور ما يفيد انك ديجا درتي الادز. تمن السوسين اخويا من المغرب للسعوديه جاوبتك اخويا على هذا السؤال. يمكن على قلت لكم جوكروا الاسئله عطلوا شكون كان خليها. ما هو اليوم اللي بديت جبت جوج ديال لي ليت في كي اس اي ب 10 اورو نخليها راها اون ليرنينغ فيز. بطبيعه الحال الاخوان خص تخليها الاخ خص تخليها. اخوان متاكد غنولي ملياردير الله يسهل عليك اخويا بلال. انا نحاول نمشي للاخر الاخوان باش نجاوب على اسئله لايف. واش ممكن نسلع السبت في المغرب؟ اه الكوست طلع في السعوديه بزاف اخر 5 شهور. لا خويا ياسين ما طلعش الكوست. انت اللي ما بقيتيش كتبدع في الكرياتيف. خويا ابو بكر مكافح الله يكبر بيك واش الاسئله كتعطلوا حيت هو كيجاوب على اسئله فايت قريتهم انا في اللايف؟ داكشي علاش اخويا جمال جيت للاخر كامل. مينيموم فور ستوك اوردر ابارتير ديال $50 الى من الشينوا و10 50 حبه من الشينوا و10 الحبات من 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 ماركت بليس. الاخوان اعتقد جميع الاسئله جاوبنا عليهم. نتمنى انني جاوبت على اغلب الاسئله. تبارك الله عليكم كاملين وشكرا على هاد 1000 ولا 1200 حتى 1500 واحد اللي حضروا معنا في هذا الوقت وعطونا من وقتهم. نتمنى انني فدتكم بشويه. اللايف الاولاني راه ما تسجلش راه كاين في سي موتيفيشن بيج كما قال وجكر واحد تاني نتمنى انه يحطوا لان عارف غالبا ما غاديش تسجل عندي. نتمنى انني فدتكم ولو بشويه. نتمنى لكم امسيه سعيده ونهايه اسبوع موفقه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.